يلا نعمل ايه السلطه بتاعتنا. طيب هناخد شويه مشروم، ناخد مثلا كده اهو، عصير الليمون، شوية ملح، شوية فلفل نونة، اوكي، والتونة. طبعا التونة تصفى، اوكي، وبعدين نخلط الكلام ده كله مع بعضه. ونحط له ايه شويه زيت زيتون. بسم الله. ولا احطها في الاخر كان بروبليما. اوكي نعمل كده، نحاول هنا بقى ايه نخلي الورق قد بعضه.